على الفيس والتيك والواتساب، وخذ من تويتر ما فيه نفع وجانب سخافة ربع السناب، ودع عنك نشر الخنا والفسوق وذم العباد ونشر السباب، وحاذر من العون في قتل عبد ولو بالكلام فذاك التباب، ولا تفت في الدين من غير علم فإن الإله شديد العذاب، وقم وانشر الخير في كل قطر وأسد النصر